محافظ صلاح الدين يرسم الخطوط العامة للمرحلة المقبلة، ويوجه مديري الدوائر بالتعاون لتحسين مستوى الأداء وخدمة الناس. مجلس صلاح الدين يصوت على إعفاء مدير التربية، والمواطنون يدقون ناقوس خطر الحوادث المرورية على طرق المحافظة. خبراء ينصحون بيقظة استخبارية تمنع مفاجآت داعش، وتحويل العمال الأجانب غير الشرعيين إلى قنابل إرهابية موقوتة. المخابرات تفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات إلى دول الجوار، وعبور القنطرة متلازمة زمن بين طلاب ذي قار والمدارس. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من تكريت، أهلا بكم. ترأس محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل الاجتماع الموسع للوحدات الإدارية ودوائر البلديات والكهرباء في المحافظة، مؤكدا على ضرورة الإسراع بإعداد توصيات للنهوض بواقع عمل البلديات. كما ناقش الاجتماع واقع الكهرباء وسبل معالجتها وفك الاختناقات المرورية، وشدد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد واعتماد الحوار بين المديرين لغرض زيادة التعاون وحل الإشكاليات التي تواجه عملهم، ووجه لتأمين احتياجات الأسر النازحة التي عادت إلى مناطق سكنها في يثرب، والإسراع بما يعزز قواعد الاستقرار المجتمعي. واستقبل محافظ صلاح الدين بدر الفحل مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب الدكتور حيدر نور القرعاوي بحضور مدير فرع تجارة الحبوب في المحافظة زحام علي أحمد، وجرى خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات للموسم التسويقي للعام 2024 من خلال العمل على رفع الطاقات الخزنية المتاحة في المحافظة لمحاصيل الحبوب وحسب التوجيهات المركزية الصادرة بذلك. وفي التوجهات الجديدة، صوت مجلس محافظة صلاح الدين بالإجماع على إعفاء مدير عام تربية المحافظة من منصبه بعد ثبوت مخالفات في ملف تعيينات العقود. وكان المجلس قد وجه انتقادات مباشرة لإدارة التربية في المحافظة بسبب التقاعس عن التنسيق لمعالجة ملف التعيينات للمحاضرين المجانيين والعقود وعدم معالجة الأمر بتنسيق بمستوى هذه القضية. وكان رئيس المجلس عادل الصميدعي قد طمأن المتظاهرين أمام بناية المجلس في تكريت بمعالجة دقيقة وسريعة لملف التعيينات في التربية، وبما يراعي حقوق المحاضرين المجانيين منذ سنوات. مخالفات المرتكبة في عقود التربية، خلصت اللجنة إلى جملة توصيات، ومنها بعد التدقيق والتمحيص حيث ثبت اللجنة التحقيقية هناك وجود خروقات ومخالفات قانونية ترقى إلى مستوى جريمة التزوير. فأنطى المجلس اللجنة التحقيق أنطت توصياتها إلى المجلس، ومن هذه التوصيات هي التوصية بإعفاء مدير عام التربية وإعفاء الرؤساء اللجان المشكلة للنظر بالتعيينات، وذلك لارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية.
وإحالة الملف برمته إلى هيئة النزاع لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وكذلك إحالتهم إلى القضاء للتحقيق معهم وفق المواد 289 ومادة التزوير و 331 تجاوز حدود الوظيفة ولارتكابهم مخالفات، و 238 لامتناعهم عن الحضور أمام اللجنة التحقيقية للإدلاء بأقوالهم. إن هذا الإجراء هو إجراء إلى كل دائرة في دوائر صلاح الدين لا تلتزم بالقانون والشفافية والعدالة، وهي رسالة إلى كل الدوائر، فإن مجلس المحافظة عازم على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي في كافة دوائر محافظة صلاح الدين. نعم، كانت اليوم جلسة مباركة والحمد لله، وكان باكورة عملنا هو المطالبة بحقوق المحاضرين الذين غبنوا في تعيينات وزارة التربية عن طريق تربية المديرة العامة لتربية صلاح الدين. الحقيقة أعددنا، كانت هناك عن تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص هذا الموضوع، وفعلا تم التحقيق مع السيد مدير عام التربية وأعضاء لجنة التعيينات، وتوصلنا إلى حلول الخروقات وإلى وضع حلول لها التي غبنوا بسببها أكثر المحاضرين ولا سيما أبناء القرى. وفي قطاع التربية، وبسبب غياب بعض أسماء المحاضرين المجانيين عن قائمة العقود بمحافظة صلاح الدين، سيغيب الملاك التدريسي عن طلبة مدرسة لبابة بنت الحارث بمنطقة الجزية التابعة لقضاء دجيل، كونها تضم 9 محاضرين لم تظهر أسماءهم في عقود التربية. فاضل الأنصاري والتفاصيل. تواجه مدرسة لبابة بنت الحارث في منطقة الجزيرة بقضاء الدجيل أزمة نقص في الكوادر التربوية، حيث تضم المدرسة 9 محاضرين مجانيين لم يتم دمجهم في العقود الأخيرة التي أبرمتها وزارة التربية. أنا مدير مدرسة لبابة بنت الحارث الابتدائية المختلطة، فقط أنا مدير مدرستها على الملاك الدائم، وبقية المحاضرين هم محاضرين مجانيين. نناشد من هذه القناة صلاح الدين الفضائية دولة رئيس الوزراء، وزير التربية، المسؤولين في محافظة صلاح الدين كافة، أن يكون تعيين هذه المحاضرين المجانين في العقود الدائمية. أنا أحد محاضرين المجانين لمدرسة لبابة بنت الحارث المختلطة. احنا نعاني من اسمائنا ما ظهرت بالعقود الاخيره، وهذه المدرسه تحتوي على اكثر من 150 طالب، والمدرسه تبعد عن مركز القضاء 85 كيلو متر. احنا المدرسه احنا راح نتركها لان شنو؟ ما طلعت اسمائنا في العقود، وهذه ما ذنب هذه الطلاب اللي راح تبقى هنا. نتيجه لذلك ستظل المدرسه بلا كادر تدريسي، وما يهدد بتعطيل العملية التعليمية للطلاب. وقد أعرب أولياء الأمور عن قلقهم بشأن مستقبل أبنائهم التعليمي، مطالبين وزارة التربية بإيجاد حل لهذه المشكلة في أقرب وقت ممكن. الناشد محافظ صلاح الدين، والناشد دولة رئيس الوزراء، والناشد مدير عام تربية صلاح الدين، عندنا مدرسة لبابة بنت الحارث نعاني من بس المحاضرين دول شان معينين عليها سنتين يدومون مجاني، وهسه اسمائهم وما ظهرت اسماء هذا اللي طلعت العقود، وهسه تركوا المدرسه والمدرسه راح تنسد، وعندنا اكثر من 150 طالب، وهسه المدرسه راح تنسد علينا، وشنو ذنبنا احنا؟ وصار لهم سنتين يرحم والديكم بدون راتب، يروحون يجون، شنو ذنبهم؟ زين احنا نسولف الحاكيك احنا شنو ذنبنا؟ بالنسبه احنا هسه بدون دراسه. ظلت هاي العرب هاي انت تشاهدها هسه، هاي كلها موجوده، اكثرهم بدون دراسه، ترى اكثرهم بدون دراسه. زين يعني الحكومه يرحم والديك هي عاجزه على مود راتب معلم معيب 300 دينار. مشكله تتطلب من وزاره التربيه اتخاذ الاجراءات العاجله لمعالجه هذه القضيه وضمان حصول طلاب مدرسه لبابة بنت الحارث على التعليم الذي يستحقونه. لقناه صلاح الدين الفضائيه، فاضل الانصاري، قضاء الدجيل.
وفي ملف ذي صلة بالخدمات وتعاون الدوائر، جدد أهالي صلاح الدين دق ناقوس خطر الحوادث المرورية على الطرق نتيجة غياب الدوريات والسرعة التي خرجت عن المعقول حد تزاحم بين شاحنات الحمل والعجلات الصغيرة ما يتسبب بحوادث مميتة. وطالب المواطنون دائرة المرور نشر مفارز متنقلة على الطرق الرابطة بين مدن المحافظة وداخل أحيائها لوقف مسلسل التجاوز على أبسط القواعد المرورية وفرض غرامات مباشرة للحد من تهور السائقين مع حز السيارات التي تم تحوير غرفة الاحتراق أو ما يعرف بالدارج صوت السالنسات لما تسببه من إزعاج خارج أبسط قواعد الذوق العام. وشهدت الساعات الماضية وفاة وإصابة 15 شخصا بانقلاب وتصادم مركبات شمال وجنوب المحافظة. وفي الجانب الخدمي بقضاء بلد تتواصل الجهود من أجل استكمال الطريق الرئيسي لناحية يثرب، إذ تؤكد الجهات المشرفة إتمام العمل ضمن المواصفات الحديثة التي وضعت ضمن خطة تأهيل المحافظة ليسهم الطريق بتسهيل حركة التنقل من وإلى الناحية وفك الزحامات والحد من الحوادث. ويعد أحد الطرق المهمة التي تربط محافظتي صلاح الدين وديالى ببعضهما. شكرا لكم ولقناتكم على اهتمامكم بيثرب وملفاتها الخدمية وزيارتكم الميمونة. العمل جاري في إنشاء أو تنفيذ طريق ذو الممرين، طريق يثرب الرئيسي الرابط بين تقاطع بلد وحدود البلدية. نسبة الإنجاز تتجاوز 45%. حاليا العمل مستمر في طريق في الممر الثاني، وهو فرش أعمال الفرش بعرض 7 متر وبسمك 11 سنتيم بعد الحدل طبقة الستابلايزر. مستمر الأعمال، ما متبقي هو إكمال التبليط، إكمال عمليات الفرش إضافة إلى عمليات الإنارة. هذا الشارع هو مهم جدا، التجاوزات تم رفعها مسبقا، نطلب من الجميع الإيجابية في التصرف. سيشكل تغير نوعي في وضعية يثرب الجغرافي والسياحي. شكرا لكم ولقناتكم مرة أخرى. بما يخص العمل في مشروع ناحية يثرب والدورة التقدم التي تشهده ناحية يثرب وتقوم به شركتنا شركة البحر الأبيض للمقاولات العامة المحدودة، بعد الإكمال الفقرات الأولى من المشروع كإكمال جزرات وسطية كربستون، كتحويل أنابيب مياه، كتحويل عملية كهرباء، الآن انطلقت شركتنا بعملية الاستبلايزر للممر الثاني لناحية يثرب. إن شاء الله الآن مدة العمل اللي بدينا بها هي تكون 4 أيام إن شاء الله، وصلنا مسافة الكيل وين، والآن العمل جاري ومستمر حسب توجيهات محافظة صلاح الدين. طيب عبد العزيز، لو نتحدث عن خطة المحافظة الجديدة ومحافظة الجديدة. خطة المحافظة الجديدة هي المتابعة الحثية للعمل والعمل بصورة جيدة ضمن المواصفات، وبتوجيه حثي من محافظ صلاح الدين أن تكون ضمن المعايير الهندسية للطرق، وأن يكون العمل حسب توجيهات رئاسة الوزراء، يكون العمل ليلي لتخلص الناس من العوائق بأسرع وقت ممكن. بتوفيق من الله وتوجيه محافظ صلاح الدين وإشراف مباشر من دائرة الطرق ودسور محافظ صلاح الدين، باشرت شركة البحر الأبيض بأعمال فرش طبقة الاستبلايزر لمشروع الممر الثاني لناحية يثرب. هذا المشروع الحيوي والمهم لأبناء ناحية يثرب والمناطق المجاورة محافظة صلاح الدين، يربط محافظة صلاح الدين أيضا بمحافظة ديالى. العمل يصير وفق المخططات، وإن شاء الله يتم إنجاز العمل ضمن الفترة الزمنية المحددة له. نسبة الإنجاز في المشروع حاليا 37%، ومن المهم إنجاز المشروع خلال فترة زمنية محددة. والله الحقيقة نشكر كل الجهود الطيبة لكل من قام وقدم بهذا الشارع، لأنه هذا الشارع راح يكون خدمي وتقريبا شارع مفتوح عام يخدم ديالى ويخدم يثرب ويخدم صلاح الدين ويربط ديالى بصلاح الدين. أهميته كأصحاب محلات تجارية؟ أهميته احنا نشكر من شيء واحد بس، انه اكو تجمع للامطار راح يصير، وما الى تصريف مياه، تصريف الامطار. فالناشد محافظ صلاح الدين والناشد السيد مدير الناحيه والناشد الاستاذ محمد كريم
أن يشوفون حل، لأنه ما إلى أي حل هذا الأمطار إذا تكدست وصارت أكثر من نص متر تقريبا. إن شاء الله نطمن أهالي يثرب بإكمال العمل بالمدة المحددة وبالمواصفات الفنية المطلوبة. احنا وصلنا المراحل الأخيرة إن شاء الله، نبشرهم بخير إن شاء الله. العمل متواصل بدون توقف، راح بدينا بعملية الإكساء، نكمل عملية الإكساء ونبدي الإنهاءات بالإنارة وقشط السائد الثاني وإكساء السائد الثاني، وإن شاء الله نكمله بالوقت المحدد. والله تعاون جيد من مسؤولي ناحية يثرب وخاصة الأستاذ حارث والأهالي متعاونين، تدري مشروع بخدمتهم إن شاء الله. أهمية هذا الشارع، أهمية الشارع، شارع يربط محافظة ديالى بمحافظة صلاح الدين، أي نعم، وشارع بزخم مروري وتعرض لعدة حوادث، يعني أكو حوادث كانت بهذا الشارع، فالسايدين راح تلغي هاي الحوادث إن شاء الله. استمرار العمل في شارع السايدين يثرب، هذا الشارع الذي يربط بين محافظة صلاح الدين وديالى، حيث تستمر أعمال في هذا الشارع بوتيرة متصاعدة بما فيها فقرات التسوية، وكذلك استمرار أعمال التبليط لطبقة الاستبلايزر بسمك 11 سنتيم وبعرض 7 أمتار طول. وفي أجواء شهر رمضان المبارك مرة أخرى، تعيد عمادة المعهد التقني بقضاء بلد مبادرة الإفطار الجماعي لطلبة الأقسام الداخلية وجميع ملاكي وإداري المعهد بصورة إنسانية، تهدف للتخفيف عن كهل الطلبة الوافدين من خارج القضاء وللحمة العلمية بين الطلبة والأساتذة. المزيد مع عبد الجبار مهدي. مبادرة إنسانية ليست بالأولى على أروقة المعهد التقني في بلد لإفطار طلبة الأقسام الداخلية من كافة المحافظات العراقية على سفرة واحدة. مع عمادة المعهد جاء ذلك لتقارب التراحم والأخوة بين أساتذة المعهد وطلبتهم. احنا تعودنا على يعني عمادة المعهد انه تقيم مادب افطار يعني طلبة الجامعات، خاصة طلبة الأقسام الداخلية. اليوم ايش تعني لكم هاي المبادرة؟ رمضان كريم علينا وعليكم. احنا نشكر الدكتور العميد كريم غضبان صدق مساعدي على هاي المبادرة الحلوة، واحنا طلاب أقسام ورحم الله والديكم ما قصرتوا، ونشكر كل الكادر التدريسي وما قصرتوا، هاي مبادرة حلوة ورحم الله والديكم. أحب أشكر العمادة على هذه المبادرة الجميلة اللي جمعت كل الطلاب من كل المحافظات، من الجنوب للشمال، من كل الأقسام، وأشكر العميد على هذه المبادرة الحلوة اللطيفة اللي خلتنا كل إحنا نجمع بسفرة واحدة وبمائدة واحدة بهذا الشهر الفضيل، ويعني كل الكادر. طبعا رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى جميع طلاب الاقسام، ونشكر عمادة معهد تقني بلد على هاي المبادره الحلوه. طبعا اني هسه مرحله ثانيه مختبرات طبيه واحضر هاي المأدبة الثانيه السنه الفاتت وهاي السنه. نوجه الشكر والتقدير للدكتور العميد والدكتور كريم غضبان ولرئيس مختبرات الدكتور علي رياض وجميع الطلاب والدكاتره القائمين بهذا العمل. عمادة المعهد التقني أكدوا استمرار مأدبة الإفطار كل عام في شهر رمضان لتقديم الدعم والمساندة للطلبة، إذ لاقت ترحيبا كبيرا وثناء من الطلبة لأساتذتهم. أولا أهلا وسهلا بكم في رحاب معهد التقني بلد اللي هو أحد تشكيلات الجامعة التقنية الوسطى في هذه الأمسية الرمضانية وقناة صلاح الدين فضائية. وإن شاء الله إحنا هذه الثالث مره احنا ان شاء الله نسويها من استحداث المعهد لحد الان، وان شاء الله تستمر. طبعا هي مأدبه افطار جماعي للاساتذه والمنتسبين المعهد وكذلك طلبه المعهد، ومركزين في طلبه المعهد على اللي هم من سكنه من خارج سكنه بلد من محافظات الجنوبيه والوسطى اللي هم بالمعهد. بالبدايه نحب نشكركم، نشكر مبادرتكم الجميله اللي هي انه احنا متعودين عليكم كل سنه تجون تغطون هذه اللحظه اللي يقيمها المعهد بكل رمضان. تعودنا انه من الجامعه التقنيه الوسطى المعهد التقني بلد انه يقيم كل سنه مأدبه افطار لطلاب الاقسام الداخليه والطلاب المتواجدين في المعهد التقني بلد. نحب نشكرهم على هذه المبادرة الجميلة اللي ونشكر سيادة العميد المحترم ورؤساء الأقسام اللي رئيس قسم التحليلات ورئيس قسم المحاسبة وكل العاملين على هذه المأدبة
الإفطار اللي هي تضم جميع طلاب الأقسام الداخلية اللي يجون من محافظات عدة. أجواء رمضانية جميلة تسودها المحبة والسعادة لم الشمل في أروقة المعهد لمائدة إفطار جماعي يجمعهم حب رمضاني وبركاته. من داخل المعهد التقني، عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية. وضمن الاحتياجات الأساسية لتعزيز استقرار العراقيين، أبدى خبراء أمنيون قلقا من استعادة خلا 11 نشاطاتها بعد كسب معركة رد الاعتبار في هجوم موسكو وعودة سيناريو الهروب من السجون وعودة القتل والمفخخات إلى سوريا، مشددين على وجوب التحقق من غلق جميع أبواب الغفلة الأمنية وتجفيف ممرات التحرك بكل الاتجاهات والوسائل. وطلب الخبراء بحملة تدقيق استباقية وبصفحات متعددة للعمال الأجانب غير شرعيين لمنع تحويلهم إلى قنابل موقوتة متحركة بمختلف الاتجاهات والمناطق، خاصة مع تعدد الجنسيات وجهات التأثير أو حتى التمويل ومغريات الإرهاب. واعتبروا الهجوم المسلح الذي نفذه باكستانيا على مأدبة إفطار في جامع أبي حنيفة النعمان في الأعظمية مؤشرا خطيرا وجس نبض متقدم لردود الأفعال الأمنية والشعبية، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن العمال غير الشرعيين الذين تحولوا إلى عناصر رصد ودلالة من خلال الانتشار غير الطبيعي في الشوارع والتقاطعات بمختلف المحافظات. وضمن هذه الرؤية، شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي على ضرورة التعاون والابتعاد عن الخلافات السياسية لتفادي العودة إلى أجواء 2014، مؤكدا ضرورة التخلص من مخيم الهول. وتحدث الهركي عن فجوات كبيرة بين القوات العسكرية العراقية وقوات البيشمركة، ويجب التعاون فيما بينهما من أجل الحفاظ وحماية حدود العراق من أي تدخلات إرهابية على مقربة من مخيم الهول السوري. ويشار إلى أن مسؤول محلي رفيع المستوى في حكومة الأنبار المحلية أكد في وقت سابق وجود مجاميع إرهابية في مناطق صحراء الأنبار الغربية بعد تسريبات عن فرار العشرات من مسلحي داعش من سجون سورية. كشف مصدر مطلع عن إنجاز المرحلة الثالثة من أكبر خط صد أمني في محيط تلال حمرين ضمن حدود محافظة ديالى، وأضاف أن خط الصد استراتيجية أمنية في سد الفراغات من خلال نشر نقاط المرابطة والأبراج والربايا ضمن محاور متعددة لتشكيل أشبه بالكماشة التي تمنع أي محاولات تسلل لخلايا إرهابية صوب المناطق المحررة أو في محيط بحيرة حمرين. وأشار إلى أن خط الصد سيمثل تجربة مهمة في انتقال القطاعات العسكرية إلى العمق أي محيط المدن ومسك المناطق النائية استعدادا لتسليم مهام إدارة أمن ديالى إلى تشكيلات الداخلية وفق خطة موسعة تديرها العمليات المشتركة.
إلى ذلك، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش خراسان في روسيا قد تشجعه على استهداف عواصم مختلفة، مستشهدة على ذلك بتحذيرات أطلقها مسؤولون أمنيون ومتخصصون في مجال مكافحة الإرهاب. وذكرت الصحيفة أن متخصصين في مكافحة الإرهاب أعربوا عن قلقهم من أن الهجمات قد تشجع التنظيم على الذهاب أبعد في تهديداته، مستفيدا من الذئاب المنفردة والجو العام المشحون ضد حرب غزة. فيما قال الرئيس الفرنسي أن التنظيم حاول تنفيذ هجوم موسكو في بلاده بوقت سابق. ويقول المختصون أن فرع تنظيم داعش خراسان يضم عددا من المتطرفين السابقين في العراق وسوريا، وأن التهديد الذي يشكله ما يزال مصدر قلق كبير في مجال مكافحة الإرهاب. وفي معادلة لا توازن في القوى، أبدى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم مخاوفه من تأثر أربيل بالرد الإيراني على الهجمات الإسرائيلية في دمشق، حيث تحولت أربيل إلى صيد سهل لإيران دون محاسبة. وأضاف أن إيران لا تستطيع الرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مقر القنصلية في العاصمة السورية دمشق، وبالتالي فإن هناك خشية من أن يكون الرد على الأبرياء والمدنيين في أربيل بحجة استهداف المصالح الإسرائيلية وشبكات الموساد. وأكد السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري أن القصف تسبب بوفاة مستشارين عسكريين إيرانيين كبار كانوا في ضيافة السفارة. ولأن الاستقرار العراقي محكوم بضوابط ومقاسات سياسية متفاوتة، ما تزال عقدة حكومتي ديالا وكركوك تثير قلقا متزايدا من المواطنين والمتابعين، خشية تحويل الخندق القومي والطائفي إلى هزة أمنية داخلية. سياسيون ومختصون يعتبرون دعوة إلى تدوير منصب المحافظ أو تقاسمه تهديدا للاستقرار المحلي بحكم التركيبة المجتمعية والسكانية، ما يستوجب القفز على خصومات المناصب لحماية استقرار المجتمع. وشددوا على أهمية الرؤية الوطنية في المعالجات، لأن الجميع دفع ثمنا باهظا نتيجة التخندقات الطائفية والقومية في منطقة ما يزال الإرهاب تهديدا مباشرا لها، ما يستوجب تنازلات تحمي المجتمع لا تزيده قلقا أكثر حسب رأي المحللين. وفي الجانب المحلي من عناصر الاستقرار والتعبئة، اعتقل جهاز المخابرات شبكة دولية لتهريب المخدرات مكونة من 3 أشخاص يحملون الجنسيات الأجنبية ويستخدمون الأراضي العراقية كممر لإيصال المواد المخدرة إلى دول الجوار. وأشار بيان المخابرات إلى ضبط شحنة كبيرة من حبوب الكبتاكون يحاولون إيصالها إلى إحدى الدول المجاورة، واضحا أن المهربين يعملون بغطاء شركة لنقل البضائع من وإلى العراق. وبعد استلامهم الشحنة تم إخفاؤها بواسطة مواد أولية تمهيدا لنقلها إلى إحدى دول الجوار، وقد تم اعتقالهم بالجرم المشهود وضبط المواد المخدرة التي بحوزتهم وتسليمهم أصوليا إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. وفيما تقرر تمديد فترة الدفع النقدي في محطات الوقود، كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية أن نسبة استهلاك نوعي البنزين المحسن والسوبر تشكل 18% من إجمالي البنزين المستهلك المحلي الذي يصل إلى 32 مليون لتر يوميا. وقال مدير عام الشركة حسين طالب أن الأهم هو توفير البنزين العادي الذي يباع بسعر 450 دينار للتر الواحد، إذ يشكل 82% من إجمالي الاستهلاك اليومي، والمتوفر هو من إنتاج المصافي الوطنية مع إضافة كميات من المستورد تخلط معه. إلى ذلك، كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي عن تريث حكومي بمسألة رفع أسعار البنزين بعد الاعتراضات الكثيرة التي واجهها هذا القرار. أظهرت إحصائية أجراها مركز عراقي لحقوق الإنسان أن هناك أكثر من 500 ألف متسول في العراق وبعضهم أجانب. ويقول رئيس المركز أن عمل قسم من هؤلاء المتسولين يندرج في خانة الإتجار بالبشر ويدار من قبل عصابات،
وأعلن رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فضل الغراوي أن مسحا أجراه المركز أظهر وجود أكثر من نصف مليون متسول في وسط وجنوب العراق وإقليم كردستان. وأشار رئيس المركز إلى أن المتسولين الأجانب دخلوا الأراضي العراقية بطرق غير قانونية، وعند إلقاء القبض عليهم يتم إطلاق سراح قسم منهم لقاء كفالة مالية، بينما تتم إعادة البعض الآخر إلى بلادهم. وحفاظا على سلامة المواطنين، قامت لجنة مشكلة من قطاع صحة كركوك ومكافحة المخدرات والأمن الوطني والأمن السياحي بحملة تفتيش على الكافيهات بعموم المحافظة، حيث تم غلق عدد منها بسبب مخالفتها للضوابط الصحية كإجازة الممارسة أو المخالفات الأخرى. وكاد أعضاء اللجنة مواصلة حملاتهم ومحاسبة المقصرين وعدم التهاون مع أي حالة تهدد صحة الأهالي. حاليا شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة كركوك تقوم بحملة كبيرة مشتركة بمشاركة الأمن الوطني والأمن السياحي ومديرية المؤثرات العقلية في شرطة كركوك، مثل ما تشوفون تشيك الأوراق والسندات الخاصة بالكوفة. واحنا حسب تبليغاتنا لكم بانه هذول كلها ديسبوزابل تستخدمونها مره واحده، الصوندات وينضب، ماكو اعاده صوندات، زرعني فهذا مبلغ والتوصيات مستمره، فمخالفه يعني اكو اجراءات نتخذ عليكم، توجيهات هم تخلونا حسب توجيهات في كركوك وسجلاتكم وزياراتنا مستمره. طبعا رمضان كريم علينا وعليكم على امه محمد، طبعا حملاتنا مستمره حسب توجيهات السيد وزير الصحة المحترم، حملاتنا مستمرة مع كل الجهات الأمنية الساندة، ومشكورة جهودهم لكافة القوات الموجودة ويانا حضرتك ذكرتهم. طبعا حملاتنا هذا تشمل صحة المواطن، تدرون اللي ما يمتلكون إجازات، احنا حسب قانون الصحة العامة 89 لسنة 1981 من المادة 33 و34 ما يمارس العمل إلا بعد حصوله على الإجازة الصحية، فهذول يمارسون العمل دون حصولهم على الإجازة الصحية بالرغم من تبليغاتنا المتكررة وعدم التزامهم بالشروط الصحية والإجازة الصحية والبطاقات الصحية، فقررنا غلقهم لهذه اليوم بسبب عدم استجابتهم لأوامر وزارة الصحة وقانون الصحة العامة وصحة المواطن الموجودة في كركوك. حسب كتاب مجلس الوزراء عندنا أكو قرارات بها صادر من رئيس الوزراء مزوديهم بكتب، والأخ منطيكم كتب. أقول لك والله العظيم 200 مرة راحت ما انطوا الموافقة. إيش سوي؟ تروح تراجع تطلع الإجازة حجي. حالياً تم حمل الكوفي الثاني في مدينة كركوك، الحملة مستمرة كل مناطق كركوك. عملية التفتيش والتحري في الكافيهات. هاي ثلاثة قديمة شو هذا؟ رفع ثلاثة قديمة رفع. جارية على قدم مثال. قلت لي ما هو إجازة إلا المزارعي يمنح إذا أكو مطعم على مسؤوليتك تفتح، يعني قايل لك على مسؤوليتك تفتح. إذا أنتم ما نطلون شيء سوي، يعني مو بيدي بيدي بس دقيقة سوي لك كتاب، أنت على مسؤوليتك للبلدية نسوي، أخذت كتاب للبلدية. إيه عندي كتاب للبلدية. أنت على مسؤوليتك تفتح بعد ما نجرب البلدية، ما تمارس العمل إلا بعد حصولك على الإجازة. يلا سوي كان غير. إحنا غلقنا هذا المحل الثاني، غلقنا حسب قانون صحة عامة رقم 89 لسنة 1981 حسب مادة 33-34 من قانون صحة عامة، لأنه ما عنده إجازة يمارس العمل بدون إجازة صحية. هذا كوفي هذا؟ إيه هذا كافتيريا. كافتيريا؟ نعم. يعني زين شو الإجراءات اللي تتخذوها يعني؟ إحنا هسه نغلقها ننزل كل الزبون لحد ما يطلع إجازة يراجعنا. وشين كانت المخالفات؟ أبرز المخالفات؟ الصاحبة ما عنده مفرغة الهواء قليلة، وعنده الصوندات مال النراقيل عنده فد اثنين مو هواية، يعني هذا الاستعمال أكثر من مرة، هو لازم يستعمل لمرة واحدة. زين؟ يعني أنتم مستمرين بحملة هذه؟ حملة منو ضمن يعني بالحملة؟ ايه احنا هذا حملة مشتركة ويا شعبة مكافحة المخدرات
ويا الامن جهاز الامن الوطني ويا الامن السياحي ومشكور يعني ويا شعبه الرقابه الصحيه ديوان الدائره. واحنا كمدير قطاع كركوك الاول هاي القاطع انا المديره. تم غلب هذا التروفي في امر شعبه الرقابه الصحيه في معرفته الصحيه. هذا التروفي هو الوحيد والله. هي الكافتريات يعني كلها قلق وهاي السوالف. إجراءات القانونية لازم تقوم إجراءات القانونية يعني. فإحنا نريد يعني مثل الإجازة أو السوالف يعني أروح للإجازة أو يعني أروح الدوائر الصحية يعني لازم شوي يساعدونا. هاي يعني ماكو إحنا ورانا أجار ورانا هاي يعني ما يصير يعني. لازم نروح للصحة إن شاء الله ويسهلون أمرنا شوي شوي يعني. مستمرة مثل ما تشوفون احنا داخل احد التوفيات في كركوك. هاي ثالث توفي ما عنده اجازة يمارس العمل بدون اجازة صحية حسب قانون صحة عامة رقم 89 لسنة 1981. يعني شنو هسه يغلق هذا؟ هسه نغلقها ننزلهم كلهم ونخلي لافتة عليه لا يمارس العمل لحد ما يطلع اجازة لحين حصولي على اجازة. جولة المحل وسبب المخالفة الصحية أو عدم امتلاكه إجازة صحية. لهذا السبب أغلق المحل بالكامل لحين إصدار الإجازة الصحية. وبعيدا عن وسائل الترفي أو الظواهر الضاغطة على تقاليد العراقيين، ناشد أهالي قرية العريفة الواقعة في قضاء قلعة سكر شمال محافظة ذي قار الجهات الحكومية لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنين عديدة والمتمثلة بعبور أبنائهم على قنطرة التي أنشأها الأهالي من أنابيب المياه وترتكز على جذوع النخيل، حيث يعبر عليها ما يقارب من 150 طالبا من أبناء القرية. يلا على القنطره ما تعال امشي حي امشي امشي تعال امشي وحيل يلا تعال عمره لا قيم عمره طبعا نطالب احنا الحكومه يريد لنا قنطره، يريد لنا بوري، يريد لنا جسر هنا، اي شيء يصلح الحكومه بس كون قنطره نعبر بها. انا هسه طالب متوسطه امشي 11 كيلو بسبب هاي القنطره، بسبب هاي القنطره مسوينها من قواني ومسوينها من بواري هيك كلاوات، بس بالمطر نتاذى تطيح فدنا، يعني نفتر لنا مسافه يعني قرابه حتى بال 20 كيلو بسبب هاي. اذا اجى مطر واذا ماكو مطر لا 11 كيلو نمشي منها، صعبه علينا جدا صعبه علينا. احنا طالب بقنطره، نطالب بوري، حتى لو جسر يسوون لنا اي شيء يصير من الحكومه. نطالب الحكومه المعنيه بهذا الجسر، يعني طلاب ابتدائيه ومتوسطه واعداديه تعبر على الجسر والجسر متهالك منذ سنتين مو اليوم. نطالب قيم مقام محافظ ذي قار ما سووا لنا اي نتيجه. ثانيا اطالب وزير تربيه ذي قار بافتتاح متوسطه مدرسه الاعراف تبعد عنا المدرسه كيلو، انما الطلاب من المتوسطه تطلع المتوسطة الصالحية 11 كيلو تمشي بس أردنا على هذا الجسر. بس أردنا ناشد ومدير تربية محافظة ذي قار يعني ابنه يمشي 11 كيلو يومية على هاي القنطرة، وإذا الدنيا مطر ما يمشي الطالب، راح تروح عليه دروس محاضرات، يعني يبقى لمن 3 أيام 4 على من ينشف الطريق اللي يطلع. واحنا من ضمن حقل القراف، هذا حقل القراف يبعد عنا 8 كيلوات، لا حقل القراف سوى لنا جسر، لا الحكومه المعنيه، لا محافظ ذي قار، اي نتيجه ما سوى لنا. على كيفك على كيفك. العماد صوتك يطلع. لا لا ما يطلع. ابو احمد صور صور. عبره عبره. يوميا الصبح العوائد تجي تعبر طلابها وتعبرها توصلها للسيارات هنا
توديها للمدرسه وترجع، والظهر تلاقي الطلاب هنا تعبرها الى متى تبقى هيك. عندنا شياب تعبر على هالقنطره، عندنا ممرضين، عندنا معلمين، عندنا مدرسين، الطلاب عددهم فوق ال 150 بين متوسطه وبين اعداديه وبين اهليه وبين مدرسه الابتدائيه لمدرسه الاعراف. مدرسه الاعراف بس عندنا بها 65 طالب بس مدرسه الاعراف. الى متى احنا نبقى على هاي المعاناه؟ الريت التفتوا لنا بلفته ابويه. مستمرون في نشرتنا وفيها بعد الفاصل. قرابة 4000 مصاب بمرض التوحد في إقليم كردستان. مقتل مسؤول عسكري كبير من البككة بضربة تركية على سنجار. مقتل قياديين وعناصر في الحرس الثوري بضربة إسرائيلية للقنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق. السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثالثة تستمر حتى العام 2030. وأمير الكويت يدعو لانتخاب برلمان متميز بوجوه ذات فكر مستنير ويحذر من المقاطعة. إلى التفاصيل مجدداً، أهلاً بكم. كشفت جمعية مرضى التوحد في إقليم كردستان أن هناك أكثر من 3600 مصاب بهذا المرض في المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم. عادة هذا الرقم بمؤشر خطير مقارنة مع تعداد السكان في كردستان الذي يناهز 5 ملايين نسمة. وقال رئيس الجمعية كمال الجباري في مؤتمر صحفي عقده في أربيل بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد أنه لغاية الآن لم يتم توفير علاج جدي وجذري لهذا المرض ولهؤلاء المصابين. وبحسب إحصائية الجمعية فقد كان نصيب الأسد للعاصمة أربيل ب 1300 مصاب، تلتها دهوك ب 850 مريضا، ثم السليمانية وحلبشة ب 900 مريض، وفي إدارة منطقة جرميان المستقلة 315 مريضا، وفي إدارة منطقة الزاخو 300 مريض. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان استهداف مسيرة تابعة للجيش التركي لسيارة يقلها عناصر في حزب العمال الكردستاني، فيما أكدت مقتل مسؤول عسكري كبير في الحزب وإصابة مقاتلين آخرين بجروح بالغة. وفقا لمعلومات مكافحة الإرهاب في كردستان، فقد استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي صباح الثلاثاء مركبة لعناصر حزب العمال الكردستاني في جبل سنجار بالقرب من معسكر زردشت، مما أسفر عن مقتل مسؤول عسكري كبير في الحزب وإصابة مقاتلين آخرين بجروح بالغة. استهدفت ضربة إسرائيلية قنصلية إيران الواقعة بجوار سفاراتها في العاصمة السورية وأوقعت 7 قتلى على رأسهم العميد محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان الذي يعد اليد اليمنى لقائد فيلق القدس إسماعيل قاني. كما قتل في الضربة نائب زاهدي الجنرال محمد هادي حاجي رحيمي. وأكد الحرس الثوري كذلك مقتل 5 من مستشاريه العسكريين في الهجوم، هم حسين أمان إلهي ومهدي جلالتي ومحسن صداقة ولي أقاباي بايتي وعلي صالح رجبهاني دون أن يحدد رتبهم العسكرية. والهجوم هو الأول من نوعه من حيث استهداف إسرائيل المباشر مبنى إيرانيا رسميا بعد أن كانت تستهدف مواقع وقادة ميليشياتها في سوريا. وأظهرت لقطات أنقاض مبنى سوية بالأرض وسيارات طوارئ متوقفة قرب المكان.
أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لولاية رئاسية جديدة تمتد إلى 6 سنوات، وذلك بعد مرور نحو 3 شهور على إعلان فوزه بنسبة أكثر من 89% في انتخابات جرت أواخر العام الماضي ولم تشهد منافسة حقيقية. وتلا السيسي نص اليمين لولاية حكمه الثالثة في مصر أمام الحاضرين في المقر الجديد لمجلس النواب وفقا لنص المادة 144 من الدستور المصري التي تنص على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب، وتستمر ولاية السيسي حتى العام 2030. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. عرب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح عن أمله في أن تسفر انتخابات مجلس الأمة 2024 المقررة يوم 4 نيسان الجاري عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير، مؤكدا أن مقاطعة الانتخابات تفريط في الحق الدستوري. وبلغ إجمالي المرشحين للانتخابات 100 مرشح بينهم 13 مرشحة، وأشاد أمير الكويت في كلمته بكل الجهود والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية ودعمها، ودعا أمير الكويت المواطنين إلى فتح صفحة جديدة والبعد عن التعصب والمصالح الشخصية وإشاعة المحبة والتفاؤل والوئام والبعد عن جميع الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية. خاطبكم اليوم خطاب الأب لأبنائه متمنيا منكم، ونحن مقبلون على انتخابات مجلس الأمة 2024، حسن اختيار من يمثلونكم وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية، فاختياركم السليم طريقكم لبناء مستقبل وطنكم وأجيالكم. ابتعدوا عن خيانة أمانة الصوت، وعلى المرشح أن يتكلم بما يرضي الله وأن يكون حواره راقيا يتجنب فيه المساس بالآخرين وإثارة مشاعر الناخبين وتأجيج عواطفهم على حساب الوطن والمواطنين. ونأمل أن تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير، أعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية، ونتطلع إلى مشاركة أبناء وطننا العزيز في الانتخابات، ومن يقاطعها فأنه يفرط في حقه الدستوري ولم يود أمانة الاختيار، ولا يحق له بعد ذلك أن يلوم أحدا على تدني المخرجات. إلى التذكير بأبرز وأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يرسم الخطوط العامة للمرحلة المقبلة، ويوجه مديري الدوائر بالتعاون لتحسين مستوى الأداء وخدمة الناس. مجلس صلاح الدين يصوت على إعفاء مدير التربية، والمواطنون يدقون ناقوس خطر الحوادث المرورية على طرق المحافظة. خبراء ينصحون بيقظة استخبارية تمنع مفاجآت داعش، وتحويل العمال الأجانب غير الشرعيين إلى قنابل إرهابية موقوتة. المخابرات تفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات إلى دول الجوار، وعبور القنطرة متلازمة زمن بين طلاب ذي قار والمدارس. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.